يخسر سلفا على الكونغو في بداية المشوار بثلاث أهداف مقابل هدفين. برما المغرب أذكر بأنه فاز في المباراة الأولى بحثا عن بطاقة الأولمبياد وبحثا لملا عن أول لقب في مسيرة المنتخبية الأولمبي. مجموعة من التغييرات يجري اليوم عصام الشرعي في التشكيلة الرسمية. الأسماء تقريبا التي لعبت الشوط الثاني من المباراة الماضية اليوم حاضرة أيمن الوافي ومادي بوكامير. زكريا الواحدي سيكون ظاهرا. قوة النخبة المغربية الجهة اليسرى مع الزلزولي. الآن الزلزولي حول المرور. الزلزولي الخنوس صيباري استلم هذه الكرة. عندك بلال الخنوس. الزلزولي ممتاز. هذه الزلزولي العرضية. الجول مبكر للمنتخب المغربي. نعم أسامة العزوزي يفتتح باب التسجيل للمنتخب المغربي بعد مجهود رائع. أول مرة أساسي رسمي في تشكيلة عصام الشرعي. شوف المجهود الرائع لعبد الصمد الزلزولي. هي الكرة بهذا الشكل يرفع رائع 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 يرفع بشكل رائع. بعد ذلك أمير ريتشاردسون التي ستكون مهمة جدا في الموسم القادم مع نادي برشلونة. تمشي للأمام السيرة مع طريق اللاعب الصيباري يتقدم. هنا محاولة المرور. اللمسة جميلة. أوه عالمي عالمي عالمي. ثنائية لعبت بسرعة لكن في نهاية المطاف ليس هناك تسلل. ليس هناك تسلل في اللقطة الماضية. فاعتقادي ليس هناك تسلل في اللقطة الماضية. سنرى التأكيد من الحكم الغابوني باتريس ميبيامي وسننتظر التأكيد كذلك من الفار. هذه الإعادة مرة أخرى. يا سلام على التناغم. يا سلام على الانسجام. يا سلام على اللمسات. يا سلام على إبداعك يا الصيباري. مرة أخرى يتدخل ليتأكد من اللقطة الحكم في هذه اللحظات. نعم نعم الحكم كم يقر بمشروعية الهدف خاصة وأن وعدنا نقص في الجهة اليسرى. الكرة بين ممتاز السيباري. السيباري العرضية وجول. لم أكن مخطئا عندما قلت بأن السيباري هو أفضل لاعب في المباراة حتى الآن. شوف كيف طلب الكرة وبعد ذلك مرر. السيباري مر. السيباري مر. السيباري تقدم مر الكرة بعد ذلك واحد اثنين. السيباري جول 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 جول. بلايستيشن يا ناس. تيكي تاكا هنا مغربية باللمسة الواحدة يمتع. بديل الركنية. ممتازة التمريرة رائعة. والحكم ما هو قراره؟ الحكم ما هو قراره؟ يرفض الهدف. حكم شاف بأن الكرة تجاوزت الخط. هذه الإعادة أمامكم. الكرة نعم تجاوزت الخط بكامل محيطها. قاكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. جت بلقبها. لقب الأول الغابون. لقب الثاني نيجيريا. انطلاقة مغربية. السيباري يتقدم. السيباري يمر. السيباري يمر. ممكن الرابع. ممكن الرابع. والرابع جول 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 جول. الزلزولي تابعه. الزلزولي أكمله. هو يظهر مرة أخرى. من هنا كانت الانطلاقة ومن هنا سرعة السيباري ومرور السيباري ولمسة السيباري في طريقه للمرمى قبل أن يكمل بعد ذلك الزلزولي. التموضع صح والتوقع صح والانطلاقة صح من طرف اللاعب الزلزولي بعد ذلك. يا سلام يا سلام يا الزلزولي. توقع الزلزولي يكرر ويعود ليسجل مرة أخرى. يعود ليزور الشباك مرة أخرى. من هنا البداية ومن هنا أصل الرواية. ومن هنا كانت الهربة والانطلاقة للزلزولي. عبر الزلزولي مرر ليانيس بقراوي. يانيس يانيس يانيس. شوف هنا التمريرة. الزلزولي خلى يانيس وجه لوجه. حورة المرور ممتاز. هذا اللعب ناموا ناموا خطيرة ناموا خطيرة ناموا. في الجهة المقابلة منتخب النيجر. وصلت إلى الجهة اليسرى. ناموا العرضية. وصولا لمنطقة الجزاء. مرفوع الكرة على بن عروش. إذن تلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب الغاني من الجهة اليمنى. عرضية في القائمة الثانية. في منتصف الميدان. محاولة الانطلاق البينية وتسديدة على بن عروش. هنا لإبراهيم البينية على والحكم أشار إلى ضربة مرمى. لم يلمسه بالعروش. لم يلمسه بالعروش. قرار سليم.
الكرة. أنا جيت اليوم من السلام ديال الكيفية من دريوش. دريوش ماذا سيفعل؟ دريوش يدخل، دريوش يراوغ، دريوش والكرة تتحول بعد ذلك إلى الركنيانة. دريوش تعرض لإصابة، هنا الإعادة مجددا، الصراع على الكرة الماضية. فيها تدخل هنا، اللاعب مشى للكرة لكن حصل التدخل في نهاية المطاف، إشارة الحكم بوجود ركنية، ولو أن هنا التدخل في كلام في منتصف الميدان. خطأ، تتحول لهجمة غانية، 4-3، تمريرة، بداية كان في وسط الميدان، الخطأ في البداية كان من وسط الميدان. إبراهيم البديل، نعمو سريع، نعمو يبحث عن زبيرو، نعمو لوحده زبيرو، هذه خطيرة، دفاع يبعد أيمن الوافي، لازالت غانية هنا إمكانية التسديد بعيدة. تغييرات حسنت نسبيا من أداء المنتخب الغاني، منتخب المغربي طبيعي أنه يتراجع مع التغييرات اللي قام بها المدرب عصام الشرعي. هنا الكرة في الجيل من العرضية، والدفاع لازالت هنا غانية داخل منطقة الجزاء، تسديدة والركنية. مر الكرة على الطرف الأيسر، أين هو زكريا الواحدي نعم يراقب مورو، على برافو. مهم جدا ان نشاهد مثل هذه التصديات مثل هذه، تعطي ثقه اكبر وتخلي الاداء يتحسن وتخلي علاء بالعروش يكون دوره مهم جدا في المباريات. هنا المتابعه ممتازه، بوشواري مرر الكره على الطرف الايمن، هذه ممكن. نزلت يا ابراهيم وخطيره وجول، غير معقول، السادس، نعم اللي واجه هذه الإعادة مرة أخرى. الجهة اليمنى مع الدريوش، الحارس يتدخل هنا، إبراهيم صلاح في الأولى ثم الثانية من الوزاني، والقادم من الخلف بعد ذلك زكريا لبيب يضع في الشباك، وسادس الأهداف للمنتخب المغربي في الوقت المحتسب بدل الضايع، 6-1 الوزاني. إذا الهدف مرفوض، نعم هذه الإعادة، هذا هو الخط، يوضح بأن الوزاني كان في وضعية التسلل، يرسل كرة أمامية، ليس هناك تسلل، ينطلق اللاعب الوزاني وحده. بوشوار يراوغ، رائع هذا اللاعب، يمرر الكرة، ممكن السادس، غير معقول. شوف تيكي تاكا، شوف مغرب كيف كي توكا، شوف كيف خلعنا العالم براس ديال لافوكا، لحقرنا دغيا شدينا لولا بوكا، فيفا مغرب ودابا لا فيستا لوكا.